بيضايق حضرتك لما تعملي سيرش على اسمك ويطلع قبلات سهير رمزي، مشاهد جريئة سهير عارفه رمزي؟ ليه؟ لان يعني انت بتستفيد بايه لما بتكتب كده، او بتستفيد بايه لما تقول ده دلوقتي؟ لا، وبيختصر كمان تاريخ كبير وعظيم في مشهدين ثلاثة. وبعدين ده موضوع الفيلم، وده في الحدوته نفسها. ما بقولك يمكن انا كنت جريئه في بعض المشاهد شويه، انما في سياق الموضوع انا عمري ما تلاقي، يعني ما تلاقينيش مثلا حاجه في قاعده في صالون لابسه مايوه، لا طبعا، انما المايوه بتلبس على البحر. فده اللي كنت انا بعمله، واللي كانت كل البنات بتعمله، واللي كان يعني ما كنتش بخترع حاجه شاذه.